أزاحت فاجعة الحمدانية الستار عن تهرؤ المشاريع الخدمية في نينوى، فبعد أن دمرت المدينة من قبل العصابات الإرهابية، لم يكن أمام الحكومة المحلية إلا سلك الطرق السريعة لتسيير أمور الناس. مراسلنا في المحافظة عمر القاسم نقل لنا هذه الصورة، نتابع. انكشفت عورة المشاريع الخدمية في محافظة نينوى مع أول اختبار حقيقي بعد فاجعة الحمدانية، هكذا يعبر مراقبون عن تخوفهم عقب قرار رئاسة الوزراء بإغلاق المؤسسات والمباني الكرفانية والتي تنتشر بشكل واسع في نينوى كالمستشفيات والمؤسسات الحكومية. اليوم الكثير من المؤسسات الحكومية كلها قابلة للاشتعال، اليوم نصف المرافق السياحية أغلقت بسبب لا يوجد الأمان والسلامة بما يخص الدفاع المدني، ونحن صرفنا تريليونات الدنانير على مشاريع لا فائدة منها. معارك تحرير الموصل دمرت المواقع الأصيلة لمؤسسات الدولة الخدمية، ما اضطر الحكومة المحلية لإنشاء مبانٍ كرفانية مؤقتة لتسيير أمور سكان المحافظة، غير أنها ما زالت داخل الخدمة على الرغم من صرف مبالغ طائلة على تجميل الأرصفة وإنشاء المنتزهات. نحن نتساءل ونقول ماذا يوجد من مستشفيات في محافظة نينوى وغير الكرفانية؟ والمدارس الكرفانية، يعني أين اليوم سيتجه المواطن إذا غلقت هذه المستشفيات؟ يعني مشكلة كبيرة تعاني منها محافظة نينوى هي عدم وجود مستشفيات وبنايات حقيقية تستوعب المرضى. ويخشى مواطنون إغلاق تلك المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية في هذا التوقيت من دون إيجاد البدائل الحقيقية. الحكومة توجه رسالة بغلق المستشفيات الكرفانية والمدارس الكرفانية، وإحنا نشكرهم على هذه الصحوة لأنهم كانوا نائمين الظاهر، يعني يعرفون حق المعرفة أن نينوى تعوم، وكل محافظات العراق أعتقد نينوى تعوم وبالذات على مدارس كرفانية وعلى مستشفيات كرفانية. انتقادات واسعة طالت حكومة نينوى المحلية بسبب تأخر إنشاء بنية تحتية رصينة واعتماد المحافظة على منشآت كرفانية مؤقتة وسط خشية من تكرار كارثة الحمدانية في مناطق أخرى. من الموصل عمر القاسم، الرابعة.